عسر الحال يدفع بامرأة لديها 4 أطفال إلى الانتحار. ولولا لطف الله ووجود القوات الأمنية من وزارة الداخلية لكانت رمت بنفسها من أحد الجسور. لنشاهد هذا التقرير. قدمت على الانتحار، يعني راحته هذه كوجن، يعني عيشتنا صعبة هواية، وشغل تدري يعني مو ذاك الشغل، وقاعدين إيجار، وزوجي يعني مين مريض، وابنها مين مريض، يعني مدارس ماكو، ما مخليه ولا لا بنية ولا ولد، لأن عيشتنا صعبة، وبالإيجار هو ما لحد يعني. وفكرت بالانتحار، قلت ماكو غير حل الانتحار، يعني ماكو سويتها، فعجز هاي، فجو الشرطة نقضوني النجدة، يعني هذه ما خلوني. فالحد أول برهان هي هاي الفكرة ببالي، يعني ما تروح العوز المالي، يعني ما فدنا، يعني عيشتنا صعبة وإيجار وهذه، فما ببالي بس الانتحار. والحد هاي اللحظة أنا مفكرة بها، أول برهان رحت أسويها، بس ابني كان وياي فما قدرت اسويها، لان عيشتنا صعبه يعني، وما عندنا هذه فد نوبه يعني الا هيجي. فقلت ما ببالي غير الانتحار، لان هو زوجي منا مريض ومنا جهاله، مدارس ماكو وايجار، يعني عيشتنا كلش صعبه يعني. فقلت ما ببالي غير الا هاي السالفه اسويها. فاول بارحه مرت اسويها، وهسه لحد انا مفكره بها، انا اعيدها واسويها. فجو النجده عليه، قالوا انت بقرار، قلت لهم يا انا بقرار، قالوا حسن، قلت لهم يا حسن، قالوا حرمتك رادت تنتحر، فاحنا اللي خلصنا النجدة، القوة خلف الله عليهم. ايه فاخذوني قالوا ايش عجب يعني الضباط هاي تريد تنتحر هاي؟ قلت لهم والله الحالة المادية تعبانة. لحد اول البارحة ابني راح هو وامه ودته للدكتور، فهم رادت تنتحر. فعاد ابني مخلصها معايفها يعني. زين اذا انتحرت انا بعد شغل عندي. شغل عندي الان تحرق، انا هم ما ابقى بعد. اي والله ما ابقى بعد.